السلام عليكم، مرحبا بكم في بودكاست كراك كاست. هاي الجزء الثاني من الحلقة الرابعة اللي فيها بنكمل سوالفنا مع ضيفنا المميز راشد اللاعب العربي The Arab Gamer. بنتكلم عن العاب نفس Rise of the Tomb Raider و Naruto Ninja Storm 4، وبنتكلم عن مسلسلات السوبر هيروز. فخلوكم معنا ولا تنسون تشربون كراك وانتو تسمعونا. مادام نتكلم عن جيمينج الحين، خلو let's jump into the next segment. بنعطيكم انت ما تحب توم رايدر ولا ناروتو، انت لعب اثنيناتهم عارف، اختار واحدة او اثنيناتهم بريف اشرح لي. يعني ما تبي راي لانك لا رايك بيفيد الحين ويا راية انت، بس انت مو لعبت ولا لعبتهم لعبتهم بس I have I'm not motivated الفيلينج مالك خلينا نشوف راشد شي يقول وبعدين نشوف. شوف توم رايدر انا يعني وايد احب توم رايدر يعني من ايام زمان. لا تحب لارا كرافت؟ لارا كرافت لارا كرافت as a character is interesting. No no not that way. هاي المشكلة لازم تسأل. لا 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 مو من هالناحية. ويا هالجرافيكس ويا هالجرافيكس. لا يعني احب شوف ايام زمان من ايام زمان احب العب ادفنتشر يعني تروح. ومن اول فيميل كاركترز اللي في ذاك الايام اللي كنا نقدر نلعب فيهم وكان حدفا يعني. She was Indiana Jones plus all our action heroes, بس female. Exactly. يعني تستخدم shotgun so acrobatics. هاي طبعاً قبل أيام Devil May Cry and Hack and Slash games. أيامها بعد يوم حطوا في البلاي ستيشن 1 يوم شفت ديناصورات في اللعبة. أتذكر ثالث ليفل تشوف ديناصور. واو this escalated quickly. Favorite Tomb Raider game من أيام أول. For me أيام بلاي ستيشن 1. That one, I think two. وبعد هاي فايتنج فورس اظن سووا فايتنج فورس يا يا سووا هاي ليجاسي اوف كين سول ريفر which is يعني صراحه one of the best games ever made وان شاء الله يرجعونا يا راشد يسمونه فري تو بلاي جيم ناس راشد في لسته العاب وايد لازم يرجعون لنا خلف شوي متاخر بس هاي يعني one of the top ones ريفر مان لا لا سول ريفر المهم اوكي يعني زين الحين عايشين ويعني صراحه لما لعبت Rise of the Tomb Raider حدي was blown away يعني صراحه صدق لعبه نكست جن تعرف انه في وايد العاب قاعده تنزل الحين اللي تحس انها كنا بورت يعني ماخذين بس نفس الانجن نفس Call of Duty ماخذين نفس الانجن وبس معدلين الجرافيكس شوي كنا يعني او يعني اتس بيتر جرافيكس الحين الليفل في نورث كوريا الليفل هالمره في ساوث كوريا اي فيلت ان اتس ذا سيم انجن بت ذي رندر ات هاير كواليتي يعني فيري هاي كواليتي والله الانيميشنز يعني بيسوون لهم الكلوز ابس والكات سينز ويا الشعر يعني والله يعني حدي او جست واو blown away the story is amazing صراحه هالمره انا لعبت the first one هل تعرف the first one اللي كنت ما احب about هاي يسمونه the people يوم قلت لهم قاعد العب توم رايدر كله يسا it's a copy of Uncharted لا كلش غير من Uncharted ما ادري ليش عبالهم ان Uncharted came before توم رايدر لا انا the next generation of kids تعرف شلون تفكيرهم انت it annoyed me بس انا اقول لهم توم رايدر اسمها حتى الاشياء اللي تسوي في اللعبه يعني في وايد اكسبلوريشنز في يعني مثلا تروح تسوي توم ريدنج يديو توم ريدنج ذس تايم لاول مره بدش يعني اتس اول اباوت اكسبلوريشن يعني تحصل اشياء اسلحه تسوي كرافتنج مو الكرافتنج المعقد نفس سمبل كرافتنج بس نفس على نفس يعني نفس الشيء اتس لايك ايزي اند فن يو نو فهاي يعني وايد عجبني اللعبة القصة فان الأكشن is amazing الست بيسز يعني في وايد يعني I'm just giving an example يعني دشيت مكان اللي كان في سفينة تحت الماي ومرة واحدة صارت يعني كلها ثلج وما أدري شنو يعني you actually see it frozen under the cave يعني I don't know how to explain it okay that was a very bad example that doesn't make sense انا حاول اتخيل الموقف الحين املك كاز لانه it's like showing you a cutscene where like البوت من قبل وبعدين تدش في البريزنت تشوفه انه
يعني frozen. Okay, يعني from نغرق تالي صار كلها ثلج هلا. تقرأ journals تعرف يعني stories عن الناس. The story this time is really good. لا, it's really good. Yeah, yeah. أنا ما دشيت feeling with the first story. For me, I just wanted to kill everyone with my bow. Kill my guys. Bow still good. The bow was the. خيرون رحتوا السهيم يعني. أهم شيء الهيد شوتس. الفان في توم برايدر اللي عجبني في وان. I'm بقول ليش قال هاي أنا مو من the biggest fan of Tomb Raider's لي لأن الأولى ما عجبتني أنا I was like hoping puzzles. فيها puzzles. هاي لأن two I wasn't that hyped بس أشوف كل من يقول لي ten times better than one. It is. Ten times I was like لهالدرجة it's better than one. I'm like كنت منتظرها على البي سي يوم نزلت على البي سي ما عندي فلوس حق اشتري على البي سي لان شريت من هالكارك اللي تشربك اليوم وهاي بعد الشيء زين في اللعبه ان كل واحد اتوقع ان لان اكس بوكس 1 اكسكلوسيف لان مايكروسوفت سعدوا سكوير اكس يسوون اللعبه yes. I wasn't hyped on getting it on the Xbox gets on a key PC master race يعني يا الخبر ما it's coming out on PC ايه مرة واحدة يعني الانونسمنت سيدة اوه it's coming out this month تدري ان تعرف اللي هو like oh we'll wait yeah. خلاص وكنا تو نازل expansion حقها لا did you try it لا والله I didn't لحين ما كملت اللعبة ف yeah. but يعني one of the also good things about Tomb Raider the first one يعني لحين ما لعبت the second one احنا بنتكلم عن السكند واحد ديث سينز كلها ديث سينز الديث سينز في هاللعبه صدق ترى حد جروسم يعني you see a bike going through her head and she's like oh my god but so bloody حد خلنا let's be on a friendly note no, first the rating of Tomb Raider rating four what is the four rating called again the Karak with extra sugar extra sugar Karak four بس حق لورا كروفت ها سمعتوا rating مال راشد حق لعبة Tomb Raider Rise of the Tomb Raider كارك مع شكر زيادة يعني 4/5 وحين تبي تتكلم عن ناروتو ولا الحين ما وصلت ولا الفانز بيعصبون والله ناروتو انا اشوف انا الفانز يمكن يعصبون علي بس يمكن انا ناروتو كل من يعصب I used to be the يمكن the biggest ناروتو fan in my class we used to be اتذكر انا يعني هاي كانت اول انمي اللي صدق كنت اتابعه يعني constantly يعني كل حلقه وكل شيء يعني مدرسه مره صف كنت بس متى نزل ناروتو 2001 2002 شيء يعني ناروتو تو وصل 100 حلقة ويلك أخوي عنده هالقد فيديوهات وأنا كنت أيامها توني بادي أشوف وان بيس يقول لي هاي أحسن من وان بيس أنا أقول له شنو دي نينجا هلا نشوفه واندمج كملت كل الديفيديوهات شفت الفيلرز أيامها أنا ما كنت أدري شنو فيلرز أيامها يعني حلقة وحماس دشيت أسعي دشيت قلت هو حين ناروتو بيكون أحسن شيء في الدنيا بس شوي شوي quality after filler شوي شوي وصلت يعني هالقد حلقات ليش وصل 200 حلقة وأنا لك كنا لازم يروح هناك ممكن الناس ما عارفوا شنو سالفة فيلر نيه فأنا قلت شو السالفة هني هو بعد الإنترنت أيامها ما كان يساعد فقلت this is getting too much يعني خلاص لعجب لي كتب for me يعني ناروتو truly ended actually مو at pain أنا أحسن فايت كامل عندي أصلاً ناروتو vs ساسكي. Yeah. أول. عند الهاي الكاغي. إيه. هني. was خلاص. صراحة that was one of the best fights. Best fight which was أيامها I think it was hand drawn أيامها ناروتو يعني the drawing was amazing. أتذكر ذاك الأبسود لحين عندي يوم سيب. It's that good لأن they hired a special artist to do that one episode. That episode was amazing. يعني تعرف اللي شفتها you're like it's gonna get better أما سالفة إن ناروتو بصيدك ساسكي بايبك الفيلج مرة ثانية هني I'm like no oh, it's going downhill it's going downhill from here خلاص شيء يعني مرة ليش سموه شيبودن بس شيء يباو شيبودن means filler لا المهم اللعبة شيبودن ultimate no ناروتو شيبودن ultimate ninja storm 4 اوكي على بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 وبي سي طبعا انا لعبت على البي سي ليش لان يو هاكت لا ما قلت شيء ما قلتها السبب لان توني شريت توني اي انفستد هيفلي ان يو تي في 4K TV
وطبعا يعني it's beautiful, it's really good. I won't lie, الحمد لله, really like, I'm really having fun with it. بس سؤال, قلت هاي اللعبة لأنها فيها وايد graphics, وايد colors, و lots of مثلا and they're using a new engine, yeah. The pixel rate زيادة وايد في اللعبة, yeah. وفي ال PC version تقدر تغير resolution ل 4K, فلعبت على 4K وصراحة واو. الجرافيكس amazing, حتى على البلاي ستيشن 4, أنا شفتها على البلاي ستيشن 4, an amazing animation, ما أدري شلون سووا, يعني كنا ماخذين copy paste من الانيميشن حطيناه في اللعبة. يعني تشوف في fight scenes اللي سووها في اللعبة, يعني تشوف فيديوهات أحسن من الانمي, أحسن من الانمي, إيه؟ يعني تشوف الانمي الكواليتي نزل, إيه؟ went downhill خلاص, يعني بالأخص الفايت اللي كنت حد أمي أبي أشوفه طول أني, لأن قلت أنا قريت المانجا فعرفت شو بيصير. يوم وصل هالفايت جايفر versus مادارا, يوم شفته في الأنمي أوزيك حتى مال ناروتو versus بين ما كان وايد disappointment, disappointment حد, بس يوم شفته في اللعبة أوزيك هني وايد فن, هني يعني تعرف الفاير والتحول وكل شيء, الأفكتس والديتيل كان وايد فن, the details were good. و سايبر شو اسمهم, سايبر كونكت 2, سايبر كونكت 2 are one of my favorite companies, سوين أزورز راث بعد, بس أنا كنت أحبهم من أيام بلاي ستيشن 2 لأن كانوا يسوون دوت هاك, لأن سببهم بعد ناروتو, لأن الحين it's their big money maker, this is their money maker, وأنا was hoping that they, أنا حسيت أنا with 4 بيخلصون من ناروتو, بيخلصون ويردون لنا دوت هاك, لأن دوت هاك and the fighting system in Naruto is actually the system اللي استعملونه في دوت هاك. Oh, it's actually the same system. لأن شنو يصير؟ لأن any fight you go into dot hack يصير عليك circle. تحكم. وتدور في السيركل and you fight. لما تغلب تطلع منه. إيه. وناروتو took that, they took that into Naruto and the soundtracks اللي they use in Naruto are actually بتلاحظون لو لعبت نفس الستايل, يعني نفس الستايل, نفس الكمبوزر, some of them are actually taken from dot hack and they put them remix. No one will know. نفس مايكل باي, لا يا اخي سيني حطه كذا عقلي. انا اسمع some soundtracks, I'm like this is from dot hack, I know the soundtrack, it's remixed, I'm like none of the soundtrack مال fighting في dot hack is really good. The fighting scenes are really good, the soundtrack is amazing, the there are lots of characters صراحة, أنا يعني تقريبا كل واحد كل واحد في اللعبة, حتى الكلب يمكن تقدر تلعبه, حطوا كل كاركتر, حتى الكاركتر اللي طاف في حلقة واحدة بس تيو لا صدق حطين الكاركتر, حطين كاركتر مثلا هاي رفيج إيتاتشي اللي بس تكلموا عنه يمكن حلقتين, هاي اللي ما بقول سبويلرز, اللي ما حد يعرف قوته بس سووا له كل شيء في اللعبة, made a move list based on random facts. ترى أنا بس كذي قلت ما أقولك في five different versions of Naruto, في five different versions of Sasuke في اللعبة, فيعني هاي وريك إن this is the ultimate Naruto game, تدري إنه بس خذ كان صار Dragon Ball, صار Goku, Super Saiyan 1, Super Saiyan, عجبني في اللعبة, I don't like it, بس اللي I don't like the game, بس يعني hashtag I don't like it, بس اللي عجبني في اللعبة يعني اللعبة looks amazing, the system high, بس أنا it's not a complicated game to me. Okay, very simple. So very يعني كله دائرة or B depending on your controller. يعني في dot hack أصلاً لأن it's an RPG style dot game. Dot hack. فيعني you can change from weapon to style وكل شيء, and you have magic وكل شيء. ف the fighting was simple but it's tactical simple, يعني أما هني you watch wait for the right timing, full power attack, وتشوف the super ultimate move إن القمر يطيح على الأرض ويدمر, you're like oh it's Dragon Ball Z. yeah. شوف أنا من ناحية الكومبات لحد الحين بس Naruto fighting game اللي كان موجود على الجيم كيوب, ما أدري إذا لعبته. It's the Gekka 3D. لا كان 3D بس 2D يعني. This was my favorite Naruto. This is the same one اللي كانت على PS2 أبوها. كانت اسمها Naruto Gekka Ninja Tyson. And then they made the Shippuden version. بس يعني للأسف ما كملوها. يعني آخر واحد كانت على الوي. بس الفايتنج سيستم مالها ما له حل. يعني وايد فان. وايد فان وما له داعي تتحكم ويا five different versions. لأن تتحكم نفس الفيرجن مثلاً تعال نقول ساسكي وتقدر تغير
في شو اسمه في اللعبة يعني أيه. while you're playing the character تسوي حركة يتغير الموفسات أيه. مالها وكانت وايد فن. هاي اللي عجبني فيها الأيام هاللعبة حتى دراجون بول زي القدم يعني تعرف الحين يعطونك ألف فيرجن عن جوكو أيه. أما هني one version تقدر تغير with the skill الفن كنت أستاذ تحاول من سوبر ساين 1 لي 2 لي 3 تي 4 مرة واحدة لأن كان برنامج الحين سيدا يجي لك واحد 4 هاللون It's not as good as the old days. They simplify. It's very simple. حم مرتين سمعنا simplify في هالreview مال. هاي زين حق الناس يمكن اللي ما يلعبون. اللي طالع المسلسل بس يبي يسوي فيلر على اللعبة يعني. It's a good button mashing game. That's for sure. من الأشياء اللي لازم تعرفونها بعد إذا ما لعبت اللعبة إن it finishes the story يعني خلاص نهاية القصة. تلعب الفيلم اللي كانت. نهاية قصة ناروتو يعني اللي طلعت يا بيسك يعني شوف اللي تنتظرون الهوشة اللي تصير عقب هاي كلها محطوط في اللعبة كل شيء لأن أشوف أنا أشوفهم إنه كمل القصة so that's why I'm hoping إنه ما يسوون لعبة ناروتو ثانية لأن تعرف الناس هاي لكن إذا لعبات بيسوون أكيد هاي المشكلة بيطلعون لك نهاية ثانية بيسوون أوردي حلقات إيتاتشي بينزلون لنا وما أدري شنو وما أقول لك ليش ما نبي نشوف عن إيتاتشي نعرف الباك جراوند ماله بعد ما تنسى في هاي باروتو اللي بينزل يمكن بعد يسوونه دي إل سي إنزين فالريتنج حق اللعبة أنا زومبي بتعطي ريتنج ماي صب ماي حار على وجهك صب ماي حار واو انت ما تحب اللعبه خلينا نحط واحد لعب اللعبه هو لعب لعبه انا بعطيها يعني اوكي كارك بس كارك فري يا يعني شيء يمشي تمشي اللعبه كواليتي زين يعني شوف ناحيه الكواليتي صدق تعبوا عليه وايد فان ولوتس اوف كونتنت يعني في وايد اشياء تقدر تسويها اتس ريلي جود فور ذا فانز بس يعني من ناحيه الكومبات سيستم هني شوي اللعبه فور ا جاي ذات وان سمثينج كومبليكيتد مو ايه يعني حدث بوتن ماشينج وبس تراينجل سيركل وتحس انك بس ما قاعد تتحكم وايد في الكاركتر بس كذي يعني بوتن ماشينج لا ما تريد ما طالع ناروتو ما يحتاج تطالع ناروتو حق تلعب فيديو مو في شيء حقي في اللعبه تعرف بس يمكن العب عارف واحد ما طالع الانمي بس لعب الالعاب ويعرف كل شيء عن كلهم لعب الالعاب انزين اخر موضوع على الطاوله اذا تبون تضيفون اي شيء بعد بنحط انت سالتك سؤال قلت لي لا مسلسل شفته وبنختار مسلسل احلى مسلسل عندنا سيجمنت اسئله لايك مو اسئله فهالاسبوعين المسلسلات اللي شفناهم اي احسن حلقه شفتها واي احسن كاركتر ات كود بي فروم ديفرنت شوز انمي اي شيء انزل لكن اولا بتكلم لك عن مسلسل انت تكلمت عن كونستانتين بتكلم لك شيء عن دي سي ليجندز اوف تومورو كل ما طالع الشو دي سي ما اعرف ليش في التلفزيون مركزين لا في الافلام بعد مركزين على الاشرار الحين عندهم تو تيمز عندهم سوسايد سكواد و Legends of Tomorrow أعرب روحها المدينة كامل الرابعة كل من عرف أنه هو أعرب كل حلقة في أحد يكتشف أنه هو أعرب علي دش تري You have failed the city ترى we know who you are you don't need to fake it We're just pretending Just go with it DC Legends of Tomorrow طبعا مأخذين أشرار من مو أشرار side characters معظمهم أشرار من Arrow Flash عندنا من سارة التيرا الأصفر من أشوف وياها ما أعرف ليش عطش ما أعرف ليش ويها عطش ما أعرف I don't wanna know why I don't very weird ويها ما أعرف شلون يعطش اللي المهم stop talking خلاص كمل please. What do you think إذن وعندك Firestorm اللي هو شخصيتين دكتور ستاين وهذاك نسيت سبايت جاكسون ميكانيك زين عندك كابتن كولد يعني شخصيتين في واحد ذي ايه كومباينز يصير شخص او ازن ذات هيز لايك شيء حد قوي يعني واو اوكي ارد بات ان الكوميك ان شخصين يصيرون لايك شيء فاير جاد اور سمثين هلون شيء انزين عندنا مين بعد كابتن كولد وش اسمه رفيجة زين شو اسمه مستر فريز لا كابتن فاير something وعندك شو تشوف انت هوك جيرل وهوك مان شو المسلسل حدهم زين المهم في واحد يهم حد الفورمولا نفس افنجرز على مودل شلون يلوكس لك بريتش شي لابوف البريتش جاي لوكس لك تشيز اي شي لابوف
والله هاي عطش هاي جبن. انا يقترحين بيلا بارجر. المهم فصاير ميامعين ناس راندوم ناس يعني مستحيل ذا ايفر ميت اب اند تيم اب ان يصيرون اصدقاء. كذي صاروا اصدقاء الحين. نصهم اشرار نصهم زينين بيست فريندز. وهاي سيارة اللي هي الطير العصفور الطير العصفور اللي هي بلاك كانيري الاوليه. انزين فأرو الكاركتر مالها كلش غير هني. شيز فريندلي شي سمايلز شيز يعني فلرتيشس نوت شيز ما بقول لها انت ود يد واحد شي سكيبس وذا بعد لان كانت من ليج اوف اساسنز فيري سيريس. و فأرو ما تقدر يعني ما تشجعوني اشوف المسلسل. لا ثلاث حلقات الحين وصلوا الحلقه الثالثه. سووا شيء حركه فن حق الفانز اللي يقول له البريتش جاي يقول لهم الرجال اللي يجمعهم يقول انه هو من المستقبل يقول لهم I've seen Man of Steel fall and Dark Knights die او شيء كذي. فحدها ما اتذكرها بس المسلسل شيلد ماري اي شيء مارفل يعني تشوف لان مارفل عندهم افنجرز هذين يبون تيم. انزين اول شيء اعطونا سوسايد سكواد اشرار ما نعرف شلون why they're gonna be together we know بس انه ما يناسب. هذولين مرة واحدة صاروا أصدقاء. وكابتن كولد من من الأسباب اللي شفت فلاش في البداية كابتن كولد خربوه. لا لا ما خربوه إنه هو فن في الشو بس الباقيين مخربين عليه تعرف اللي وياه. كل واحد ميت يا أخي في الشو يا كل واحد يتكلم إنه أنا ذكي لا أنا أذكى منك لا أنا عارف. مشكلة ولا عارف إن اللي يسوون الأفلام مال دي سي يقولون we never wanna connect them with the shows. المشكلة بتشوف جو 20 جو. مشكلة يا أخي صراحة نشوف بقول لك الصراحة يعني صراحة بقول لك صراحة فلاش والأرو يعني they have a tolerance level تدري. إيه في حلقات ما تقدر اللي صراحة يعني ساعات التمثيل حده يعني كرنجي وما تبي تكمل. لا سبب I don't like watching them. I don't like watching هاي. شوف أنا سوبر جيرل ما بتشوفها 100%. أنا أروح حاولت أشوفها ما قدرت يعني ماري الفانز أنت ما المسلسلات يعني بالزور أتابع مسلسل يعني. لازم قدرت وايد زين. قدرت أتابع دير ديفل لأن it was interesting it was dark يعني it made sense why Daredevil it was Daredevil حاليا بس exactly that's why I liked it. تعرف يوم شفت Arrow I was like I read about Arrow قبل ما أشوفه. أنا ما أنت كان obsessed with Arrow. الحين تنزل الحلقة الحين تشوف. تعرف Daredevil I want to read about him his background وهاي أفهم the character before getting into لأن أنا ما أحب أعرف شيء يعني a hero ما أعرف شيء عنه وأشوف المسلسل أكيد ما بفهم شيء. نفس فيلم X-Men هاي مشكلته أول واحد إيش قد بونز فيه في الفيلم بس nobody will get them unless you read them يعني في النايتيز يعني عندك يوم يركبون الطيارة والفرين لابس ليذر يقول ليش تلبسون ليذر مالي شنو سكوت يسوي له what would you prefer yellow spandex. أنا ما هي الضحك وما شنو الناس اللي وياي إيش قصده إيش قال وشيء حتى ثاني. لو شفت الكارتون تفهمه يعني. وتود لما ستورم بتشوطه يسوي لها don't you people ever die لأن أكسمان أكثر ناس يموتون يرجعون هاي كان نغزة. وستانلي يوم طلع ما حد يدري هاي ستانلي كان هاي مشكلة أكسمان كان أول من أول الأفلام مال مارفل كانوا نفس ما قلت يوم شفت أرو قريت عنه زيك أرثي هاي فما تشجعت كاملة. فلاش is one of my favorite DC. فلاش was good هاي تعرف لي أم آخر أوكي. حلقة ما عجبتني أنا up to date اللي باتي تمشي كان حد وير ليش بتمشي لو قلت لهم سبويلر إيه السبويلر كان غلط محل السبويلر مفروض ما يحطونه. فلاش was kind of good لحد الآن. أكثر شيء عجبني وكنسلو كونستانتين أقول لك يعني منهم يعني سووه. وغوثم ما جربت أشوفه لأن باتمان يونيفرس is one of my favorite universes يعني في الدي سي. that's why I'm not إذا ما تبي أي شيء يتغير لا طالع الفكر مالك عن باتمان exactly لأن باتمان is I still read his comics so, okay يعني yeah, it's not bad لا no, it's nice I like it it's so. good You guys شوف الشيء الحلو في شوف بقول لك شيء لازم you have to accept change في وايد أشياء بتتغير لما بتطالع غوثم مو في المين هاي مو المين يونيفرس فمو مهم which universe is this المشكلة بس
and random universe. It's the TV comics universe. They always change. The TV universe. That's my something like the Marvel movie universe. إيوه لأن تشوف حتى time period غير مو في أيام في الثيرتيز لما باتمان صار. It's like around 80s. So the thing I liked about يعني Gotham, I know this is not about Legends of Tomorrow, but Gotham, تشوف مثلا هاي Commissioner Gordon اللي كان Detective Gordon في الشو. شلون صار هيبة. تشوف شلون يتغير يعني he becomes like this cop, nice cop, مرة واحدة يصير حدا corrupt. لا مو corrupt بس يعني نفس شي يقول يعني شو اسمه البارتنر ماله. He bends يعني مثل ما يقولون. لا البارتنر ماله شو اسمه المتين ماله المتين شو اسمه ما اعرف ماي فيفرت كاركتر في الشو شو اسمه اتذكر وش الشو يور توكينج اباوت انا شفته حدد المهم يعني ثاني مين كاركتر في الشو يقول له ترى انت شرطي وايد زين يطلع من جوثم يصير نفسنا كلنا انه مو كوربت انه وي بند ذا رولز لما وي نيد ذم كان يقول له لا 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 اخر شيء يعني هذاك صار ستريت و جسمه جوردن صار هو اللي he bends the rule حزت اللي يبي just to get the bad guy. Everyone in the show يعني كل واحد في الشو is bullock, bad. Bullock, detective Bullock. Everyone is bad except Bruce. اللي في الأنمي كله toothpick وهاي detective Bullock أحسن شخصية. It's good. So give it a shot. I'll try giving it a shot. بس انطر. لا تشوف أول ثلاث حلقات. وأنا دائما أقول حق الناس ما أعرف ليش عقب ثامن حلقة any show picks up. هو هاي شيء I hate. Slow pace. يعني شوف دير حتى دير ديفل حقي ليه ثامن حلقة بعدين إيه هو إيه دير ديفل got better at جيسيكا جونز خمس حلقات ما قدرت أكمل جيسيكا جونز مع أن كل من يقول فان جيسيكا جونز says slow as there maybe slower than Daredevil not slower slower but it gets really good بعدين ف I do recommend انزل شو هالأسبوعين المسلسلات كامل اللي شفتهم شنو أحسن مسلسل أحسن حلقة يعني وليش وشنو أحسن كاركتر راشد سين إذا تذكرون أسبوعين وايد أشياء أسبوعين وصراحة يعني آخر شيء شفت الحين قاعد أتذكر غوثم أنا ما شفت غوثم آخر شيء أوكي زين قول صار شيء يعني سبويلر يعني إيه لا بس يعني تعال نقول إنه one of the main villains يعني اللي كان لا شوف تعرف إن كل واحد يبي يعرف من وين طلع جوكر لا yeah. حين سووا حركة وايد فان في غوثم غوثم يروونك واحد مينون بالضبط إنه نفس جوكر كله يسوي جوكس وما أدري شنو كل واحد توقع إن هاي بيكون مو جوكر. جروم هاي واحد ثاني جروم كل واحد توقع أنت أنا طايفك في غوثم إيه أنا لحين قاعد catching up بس الشيء اللي عجبني إنه مات في الحلقة فحد لك هو مو جوكر كل ما قال no one in كل واحد توقع ان هاي بيكون جوكر لا هاي مو سبويلر هاي مو سبويلر لأن أوردي كل أول ما طلع أول سؤال هاي هو لا جاوبه قبل الحلقة هذيك بس شنو اللي فان آخر الحلقة تشوف لأنه كان يسوي هالديمونستريشن على لايف تلفزيون فتشوف إن الناس صاروا فاسينيتد طايحين شوف فإنه يمكن هو ينسبايرز الجوكر interesting فسووا حركة فن انه مو انه because تعرف Gotham they're like oh no يعني this is how all the villains became villains هاي season of thought it's called كان villains villains rising rising الحين شفت التريلر عجبني that's why I'm interested لا season of thought كل حلقة يمكن حلوة season الاول كان hit and miss hit and miss hit and miss يعني قالوا في شخصيات مالها دخل في اليونيفرس موجودة it's very brutal يعني في وايد The zombie. I only anime. في أنمي حد عاجبني هالسيزن اسمه Grim War something Grim War. It's basically تخيل you go into a world that's an RPG world. Basically دشيت عالم. نفس Sword Art Online. لا هاي basically you transported into inside the world الحين. But one سوى شيء عجيب. No one remembers anything. فنو من remembers anything ودشة وكل شيء يعني ما حد يتذكر فكل واحد يأخذ different class jobs and they try to survive if you die you actually die فأني I reached episode 4 والهاي الليدر مالهم فان وكل شيء ولا يلك سين the first character to die وتعرف to me that was like they actually killed a character I was like that's
something I didn't expect in the anime. It's actually based on a novel, not a manga. I do recommend watching this anime. الحين لحدان my favorite هو ويا الريزر. اوكي شنو اسمه؟ وهالحلقة عجبتك لو؟ الحلقة يعني عجبتني خلتني like oh they're picking up the pace with this anime. أنا I think أنا مو up to date ويا فلاش بس ما أعرف ليش هالحلقة فلاش وحتى أرو I think يا episode 11 أو 10 اثنيناتهم كانوا وايد سموث ما في مقطع في الحلقة بدك أوه هوش ليش سوى هاللون أتوقع الحلقة اللي باتي تمشي أو شيء عن فلاش كان فان الفلو مال الحلقة بس آخر شيء ما عجبني إذن آخر أفكار بنحط لكم الحين صورة شفتوا هاي اللي make love not cancel war ترى people حد over reacted على الصورة ما له داعي ما له داعي اثنين قاعدين يتكلمون أوكي هاي مال بلاي ستيشن وهاي مال اكس بوكس اوكي فالرسمه اللي رسموها هاي شفتها تعرف شنو تذكرت اصلا شنو تذكرت تعرف لما نروح الايفنتات اللي في دبي اللي تشوفهم يلبسون اخضر هاي سموك they're all normal people that have jobs ويشتغلون اكيد that's تذكرتني في شيء لما كنت في E3 كانت في واحده تعرف عندهم ال 3DS لا قالت تشرح لي اللعبه مال هاي سونيك بوم أنا شيكت على السريع وبس مشيت. رجعت لي وبدأتني ما كنا أول مرة أسألها. It was so awkward. ما كنت أبي أفشلها لا. قالت تقول لي هاي wanted to show you this game نفس الحكي نفس الحكي. I was like ها يا أوكي. يعني ما I felt really bad تدري. لا أنا أول شيء شفت الصورة الأصلية. I'm like اوكي اثنين قاعدين صوب اتس ان ايفنت اكيد مو يعني مال بلاي ستيشن واكس بوكس يتهاوشوا ولا ما يشوفون بعض ترى they're all the same people they find them بس هلون نبيكم تشتغلون وخلاص بس حق الايفنت بس حق الايفنت هم they bring them all to all these same events the same people حتى في دبي لما اروح the same people I see every time I see them there. لدرجة ان تعرف من كثر ما رحنا الايفنتات في دبي حفظون ويوهنا اقول لك حظوا يهنا that's why I'm like إيه يكلمون بعض ولا وحط ألف صورة وإكس بوكس بلايستيشن في إكس بوكس سووا بوست على تويتر حطوا الصورة وميودين بعض ما ريحاضنين بعض I'm like ما له داعي راستر بس it was funny فكرة هاي الكونسول وورز هاي براحة سالفة يضحك يا أخي أيام مدرسة لو بلايستيشن 2 إكس بوكس يا أخي لعب وسكت إيش دراني تعرف اللي كان عندي اللي 360 يلي رشيدي شنو ذي شندكن؟ لوين بلاي ستيشن ما بيلعب هال ما بيجي جهاز تعرف لا صدق صار ريانا مو تعرف اللي يسوي لي أنا ما أحب هالألعاب تعرف لي يوم قال لي هلا تعرف أنا يعني تفكيره ذاك إيش في ذي أحلى شيء نينتندوز not in the race ولكن مالي هال نينتندو الحين it's like a part time yeah it's just there بايونيتا شوي بدي إيه أتذكر حتى الأكس بوكس 360 version مال بايونيتا كانت وايد أحسن من PS3 واحد كان عنده two systems لا باخذ على PS3 ليش لأن ذكرني نفس Devil May Cry لازم ألعبها على PS3 إيه بس الفيرجن ترى it's not as good as the 360 version لا لازم أخذها على PS3 took them 1 year to fix it 1 year to fix the Bayonetta يا أخي اللعبة اللي بتلعبونه أنا بلعب سنة سيجا ولا console war ولا ما يهمني يعني console war there is just a game In the end, it's a game. Exactly. Which exactly. one you can afford and play, that's all that matters. Yeah, it happened on a PC. It took me a while to It's afford. Not the console. It's the game that makes it. Yeah, of course. It's the game that makes the difference. Yeah, if you know, like, oh, 60 FPS. So, I enjoy 60 FPS, but... إذا اللعبة ما فيها بلعب وحلوة بلعبها Exactly. يعني لو أنا for me, حين ناروتو نزلت على البلايستيشن وفي PC. Since my PC is superior, yeah, I'm saying that to all you. Console weaklings. puny console peasants. يعني تعرف لين واحد يفوش علي بالبلاي ستيشن 4 مالتا سوي لها I have the same game 60 FPS on my PC. Exactly. This is something that PC users do usually. We are evil. لا تتعب عليه بنشوفكم تحت أنا صدق تعبت أشتغل PC مالي يعني والسابع أيامها he helped me and I to get the pieces وحصلت discount على piece
that makes me play ultimate graphics till now. One of the stones. Don't need to change my PC, even though it overheats because it's damn AMD. AMD, خلي حجرتي heater. تعرف شلون heater? حجرتي is a heater. ثبت هالgraphic card. But I don't want to change it. I don't have the money to change it. I'm happy with it. Soon, young Padawan, soon. انزين فمشاهدينا ومستمعينا مشكورين على الاستماع على البودكاست على ساوند كلاود او مشاهدة الفيديو على يوتيوب. اتمنى ان اعجبكم الفيديو او المحتوى والمواضيع اللي تكلمنا عنهم. هاي الفيديو ما تشوفونا في الفيديو. واهم شيء ان شاء الله اعجبكم ضيفنا اللي رجعناه. تشوفوا راشد يا دعم معتزل يوتيوب ومعتزل هالسوالف ورجع. شوف رجع بس على كاركاست مو رجع على ما رجع على هلا بحرين رجع على شنو هلا بحرين؟ أنا ما أعرف شنو هلا بحرين. Don't worry about هلا بحرين. There are enemies. صابيها عندك enemies وايد أنت في YouTube. I have enemies everywhere. مشكلة. I'm a nice guy but everyone hates me. That's Mr. Nice Guy finishes last. Everybody hates a nice guy. إنزين فمشكورين على المتابعة والاستماع على كاركاست معكم إياد. راشد. Zombie. Zombie رجعنا. شكرا ومع السلامة. مع السلامة.